السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الجزء الأول على النظام الجديد عبارة عن 5 سنين وسنتين امتياز. في الجزء ده هتكلم على فترة الامتياز. فترة الامتياز اتقسمت إلى سنتين. أول سنة بناخد فيها 4 راوندات، كل راوند بيقعد 3 شهور. عندنا الأطفال والنساء والبطنة والجراحة، كل واحد منهم بيقعد 3 شهور، كده 3 × 4 بـ12، كده خلصت أول سنة. السنة التانية هتقعد، كل راوند بيكون عبارة عن أسبوعين، عبارة عن 8 أسابيع، يعني عبارة عن شهرين، اللي هما ايه؟ العناية المركزة والتخدير، طب النفسية والطوارئ، وكمان هيبقى في شهرين طب أسرة، وبيقولوا هيكون في وحدات صحية، بس حتى الآن مفيش كلام أكيد على الشهرين دول. هيتبقى عندك 4 شهور، ودول بتكون سيلكتد، انت اللي بتختار التخصص اللي انت عايزه ان انت تاخد فيه الامتياز بتاعك في اخر 4 شهور. كده تكون خلصت 30 الامتياز بتاعك. ايه طبيعه المسؤوليات بالنسبه لطبيب الامتياز؟ مفيش اي مسؤوليات، انت وظيفتك طبيب تحت التدريب، يعني بتنزل تتفرج على كل حاجه، مش مسؤول من اي حاجه، يعني مفيش اي حاجه ممكن تحصل انت تكون سبب فيها او انت تكون عملت مشكله فيها، لان انت وظيفتك تتدرب، يعني مش في اي مسؤوليه عليك. ممكن نستغل السنتين دول في ايه؟ لو انت مش عارف التخصص بتاعك لازم تنزل تتفرج، تنزل كل الراوندات تتفرج. لو انت حابب تخصص معين تنزل التخصص ده وتشوف هل هو فعلا كويس، هل فعلا بيلبي رغباتك، النبطشات بتاعته عامله ازاي، حياه النواب عامله ازاي، هل مرضي ماديا، هل اللي انت ذاكرته هو ده اللي انت هتشوفه في الارض الواقع، ده كله لازم تنزل تشوفه. اما لو قعدت في البيت وما نزلتش والكلام ده كله، ده هيأثر عليك بعدين، ده اكيد طبعا. هخليك لما تتايق بعد ما تتخرج، برضو بعد ما تخلص امتيازك برضو هتايق، مش عارف انا هختار ايه. مهم جدا. فنصيحه انا ممكن اكون ما عملتش فيها وانا لسه في اول سنه، يعني تقريبا انا عشان انا جامعه 6 اكتوبر، فمفروض ان انا عديت تقريبا 7 شهور من السنتين. فنصيحه لازم تستفيد بالسنتين دول. عاوز تخرج تتفسح تعيش حياتك انت كنت كاتبها طول ايام الدراسه، اعمل كده. عاوز تحضر معادله، سواء كان بقى كلاب، يوزمل، MRCS، MRCOG، اي حاجه، زملات، الكلام من ده كله، ابدا حضر الحاجات دي كلها. عايز تشتغل، حوار الشغل متاح كتير جدا للامتياز، في فرص عمل كتير جدا متاحه للامتياز، سواء بقى كان طبيب دور، طوارئ اندر كنترول اوف استشاري، يعني في استشاري او سوبرفايزر عليك. في ممكن تشتغل مثلا في كورسات، تعمل كورسات للطلاب اللي لسه في الدراسه. في برضه شغل تبع شركات التامين، ممكن برضه تدور في حاجه زي كده، اللي هو تبقى انت ميديكال ابروفل، ان انت مثلا بتبدا تشوف الدايجنوزس والتريتمنت، وتبدا تكونفيرم ان البيشنت ده محتاج الدواء ده. مثلا في بعض شركات التامين بيحتاجوا طبيب امتياز. في شغل كتير جدا متاح لو انت بقى عاوز تبقى بقى مثلا على نفسك. طبعا الامتياز ليه فلوس، بس الجامعات الحكوميه بتاخد حوالي من رينج 2000 لحد 2600 جنيه حاجه زي كده. اما ك برايفت سيكتور اللي هو احنا، يعني اللي هو 6 اكتوبر، جامعه مصر، جامعه بدر، معظم الجامعات او الجامعات الخاصه كلها بتدفع في سنه الامتياز. مش مشكله، يعني هندفع لحد اخر سنتين خلاص، كده بعد كده ان شاء الله يعني ربنا يسهل وتبدا تقبض. هنعمل ايه بقى؟ تقريبا ده معظم الكلام عن الامتياز.